عشان تقيم تجربة لازم تشوف اللي حصل قبلها والوقت اللي انت كنت فيه وسبتها ازاي. احنا خدنا ان التعاقد مع كارلوس بوش وجهازه كان لمدة 6 شهور، وده تعاقد غريب طبعا. يعني الاجراءات الغريبة مش حاجة بتعاقد مع منتخب الا اذا كان في ظروف صعبة يعني. فكان التعاقد بتاعه على والمشروع لكاس العالم، وكان نص التصفيات عدت طبعا، انتوا عارفين مع كابتن حسام البدري. فطبعا الوقت كان ضيق جدا جدا. احنا جينا تقريبا في 6 شهور لعبناهم كاملين، لعبنا حوالي 21 مباراه. ما كانش في غير ولا اجنده تقريبا غير كلها مباريات ما بين البطوله العربيه للبطوله الافريقيه لتصفيات كاس العالم. لعبنا 2 ليبيا، 1 جابون، 1 انجولا، و2 سنغال. لما وصلنا الاهلي اولا ما كانش في الوقت الاعداد الكافي، ما كانش في اجندات كتير. لكن انا بشوف انه التجربه كانت ناجحه جدا، لان خدت الفرقه مثلا في التصنيف 47 صفقتها في التصنيف 32، كنت سادس افريقيا، بقيت الرابع افريقيا، وصلت للنهائي في الماتشين في نهائي بطوله امم افريقيا وتصفيات كاس العالم، وخسرت ضربات الجزاء اللي بعتقد انه اي جهاز مش احنا بس ملوش ذنب في ضربات الترجيح يعني. ظهور لعيبه كتير صغيره وكويسه، لعيبه كتير وانت عارف ممكن اقول لك اسامي يعني. لعيبه كتير من اول حراسه المرمى جاد وصبحي وبعدين عمر كمال وفتوح ومحمد عبد المنعم ومعاند تشكيل ومروان وامام عاشور، مجموعه كبيره جدا دخلت على الفرقه في خلال 6 شهور. فانا بشوف انها كانت تجربه ناجحه جدا، لكن فيها سوء توفيق انك توصل في الناحيتين، بطوله افريقيا وكاس العالم لضربات الترجيح ولا توفق مع احسن لعيبه. طبعا احنا عارفين من النشاط وده يحصل يعني.